مرة تحلمت ماخذ ثلاث نسوان متونس وقاعد منتج بصفهن من صار الصبح وتبسمت قدام مرتي وقمت اسولف بالحلم عنهن قالت عيد بالله تحلمت بالليل وانا بلا قلب قدام هوصفهن اشو صارت طلابة وعركة وسط البيت وكثر ذاك الحديث وقالت تحبهن قلت الله اكبر حلم كان بليل حتى احلام لازم ما نسولفهن قالت ايه حلم دلينا هالهن وين اطب براس عقلك هسه وصل وقلبها عزه والنايحه بكل بيت وخرط خدود كل من هالهلت منهن المهم لما تغراض البيت رادت روح ولو هن الاغراض تكسرن كلهن اي دفعت بلا واللي ينكسر ينعاد صلح الحلم قالت لا صلحن واخيرا صار حل وافقت مجبور شروط العدها لازم الا نفذهن الا تنام هسه وتحلم انت النوب وترجع بالحلم لازم تطلع